ده بالنسبه للفريق الاول في غزل شبين. بالنسبه للفريق الاول بعد كده بقى لعبت كام موسم في غزل شبين؟ انا لعبت حوالي 3 مواسم. 3 مواسم فريق اول. 3 مواسم فريق اول. كان في الدوري الممتاز؟ لا كان هو في ممتاز به. ممتاز به. انا غزل شبين مش جمهوريه شبين. غزل شبين. ايه اللي حصل بقى في ال3 سنين دول وبعد كده ايه اللي يعني حصل؟ يعني انا لعبت طبعا السنه ديت وبعد كده كنت بلعب في فرقتي، واحنا كنت عارف زمان وانت عشت تقريبا التجربه دي برضو، اللي انت اللي هي كان في دوري قطاعات وكان في دوري مميز جدا يعني. فكنا برضو لعبنا ماتش مع نادي الزمالك، وكانت بدايه بقى ان نادي الزمالك طلبني بعرض يعني رسمي، لكن مدير كابتن عزاز فكر يعني تمسك بيا يعني، وقال لي اللي ان شاء الله السنه الجايه انا حاسس ان انت ممكن تروح نادي اكبر، سوري مش اكبر، انت تروح نادي كبير، وان انت ان شاء الله انا حاسس ان انت هتعرف نادي الاهلي يعني. وفعلا هو ده اللي حصل يعني الحمد لله. ان انت بعد دول؟ بعد تاني سنه بالظبط يعني. تاني سنه؟ تاني سنه النادي الاهلي طلبني وعملنا ماتش قدامي، وكان ساعتها مستر هاريس هو اللي ماسك الفرقه، والحمد لله عملت مباراه كويسه يعني. هو طلب اللي هو تعاقد معايا، وبعد كده بقى رحت المنتخب الاولمبي معاك وكملت بقى الحمد لله. لسه في غزل شبين لما جيت المنتخب الاولمبي يعني. انا بدايه دخولي المنتخب الاولمبي كنت لسه في غزل شبين، فبعد كده اول ما اتميت بقى التعاقد مع النادي الاهلي الحمد لله جيت بقى بصفه رسميه يعني مع الفرقه، وبدات بقى مع المنتخب ومعاكم، والحمد لله حققنا بطولات برضو كويسه. الاول